سرام عم بيلاقي مشكلة بالتواصل مع زملائه، ومثل ما فهمنا كريستين حكيته بطريقة ما عجبته. كريستين قاعدة معصبة، أنا واعي من الصبح مثلي مثلها، وعيت أنا وياها وقمنا تروقنا سوا أنا وياها وكل شيء، وقاعدة هي معصبة أكلت إنه هي أكلت البهدلة لأنه أنا ما أكلت البهدلة. يعني أنا أخذ قصة شخصية. لا لا تعصب، عم بقول لها إنه كريستين ما خلص روقي ما بدها هالقد، قلت لها طب في لك شغلة، عم بقول لها هيك، عم بقول لها قلت لي لا ما فيك تقول لي شيء. خلص بس تشوف حدا معصب بقى تقرب عليه. انا دائما لا حبيبي انا لما ببقى معصب بيبقوا هني عم بينبهلوا كلهم سوا، انا ما قال جلالة حدا، انا كلهم شايفين حدا منهم. شايف صراحه انا مش لانه جيت لهون على صار اكاديمي، انا قبل ما اجي على صار اكاديمي شايف حالي فقر ريح، يجي حدا يتأمر فيي يحكيني هيك. الشخص الوحيد ومش بوجهك، الشخص الوحيد اللي بحكي انا برتاح له بحس ما في ما ورا ظهري هو انت صراحه، وانت بتعرف شيء. لا ما في طنش، انا اللي بدق فيه هالقد بدي بقبعه، انا ما بدق بحدا، انا بالعكس بحترم الكل وبحترم حالي ومع الكل مهذب وعندي اخلاق مع الكل، يجي حدا يغلط معي هالقد بقبعه محله بقبعه. احمد عزت من الطلاب يلي بيتمتعوا بظل خفيف، وما حدا بيضحك ياسمين قد احمد. تعالي هين، وش فضحتيني؟ تعال. روحتي قلت لهم انك مضروبه فيا؟ لا قالوا لي قلتي ان انت مضروبه فيا قدام الناس؟ لا اعملهم يعني مش كفايه؟ بليز. اعمل ايه ياسمين لسه الجنان برضه قدام الكام؟ ما هم سالوني يا حبيبتي، سالوني قالوا لي ياسمين بتقول ان هي معجبه فيك وبتاع والكلام ده، وبعدين بتشوفك يا احمد بتصوت. حصل ده؟ قلت لهم يا جماعه طب يعني اعمل ايه؟ طب ما هي بتبص لي بتصرخ. طب ما سالتني يعني، هم سالوني لسه حاجه. قول لهم احمد، قول لهم ان ما فيش حاجه ما بيننا. احمد بليز، قول لهم ان ما فيش حاجه ما بيننا. ما فيش حاجه. ركزوا معايا يا جماعه، اهو هتقولها عشان ما ينفعش، يعني انا بحبك زي اختي فخلاص ما ينفعش تبقي مضروبه فيا. بس خلاص يعني خلاص. ايه علينا وعلى سنين يعني انت مضروبه فيا من تحت لتحت خلاص. اوكي، عشان برضه يعني عشان لو في معجبات عايزين يتجوزوني يحبوني ما يتأثرش يعني على علاقتي بيها. اوكي خلاص مش هقول لك تاني خلاص. اعملي عايزاني ابص لك في عينيكي واقول لك بحبك؟ طب لا مش هينفع. خلاص لا بعدين، مش قدام الناس. صح خلاص لا. شرب خليها بيني وبينك. صح خلاص ايه يا نهار اسوح يا بنت، لسه هقول لك حاجه. خلاص مش هبص لك يا ياسمين، ما دام ما بتقدريش تقاومي سحر عينيا مش هبص لك. خلاص يعني اهو، خلاص اهو صوتي بقى صرخي اهو، نفضل نتكلم كده. مش هصوت بعد كده. خلاص يلا احمد، خلاص طيب خلاص مش هصوت. خلاص يلا روحي بقى، انا اكلم بقى. خلاص كلمي، اكلم امي اقول لها ان انا ارتبطت. بعد البريك ياسمين خارج الأكاديمية.